إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. باب اليقين. واليقين والإيمان، هل بينهما فرق؟ لما لم يقل باب الإيمان؟ لأن أبواب الإيمان تجدها في كتب علماء أصول الدين والفقهاء، ونحن في دراسة علوم أهل التصوف، وأهل التصوف يريدون أن يرتقوا إلى مقام أعلى من مقام الإيمان، فالإيمان يستوي فيه المسلمون جميعا، ولكن إذا ارتقوا من الإيمان إلى اليقين فصاروا من أهل الخصوص، وعلم التصوف هو علم أهل الخصوص. فاليقين هو شعبة من الإيمان الجازم، الإيمان هو الإدراك أو العلم أو التصديق المصاحب للدليل، فإذا كان هناك دليل مصاحبا لما أنت مصدقه في قرارة قلبك فأنت مؤمن. أما اليقين يصير الأمر عندك وإدراكك إدراك جازم، بحيث أنه لا يفتقر لدليل أصلا، صار كالعلم الضروري، صار كشعورك بالجوع والعطش. هل لو اجتمع الناس أن يقنعوك أنك لست جائعا وأنت جائع تقتنع؟ وهل وأنت جائع تحتاج أن تبرز دليل لجوعك؟ أنا جائع، خلاص جائع، مش محتاج أقول لدليل، لأن شعوري بالجوع وشعوري بالعطش أو شعوري بالحر أو بالبرد، هذه الأشياء الضرورية، الإدراكات الضرورية، لا تفتقر لدليل من شدة وضوحها، فالإنسان لا يحتاج فيها لدليل. ولو اجتمع الناس جميعا أن يكذبوه لا يسير معه. فاليقين هو الوصول إلى مراحل إيمانية يغيب فيها الدليل لعدم الحاجة إليه أصلا، فهي مرحلة بعد مرحلة التصديق بالدليل، وهي متعلقة بالأمور الغيبية. لا يقال يقين في أمور حسية، لأن الأمور المحسوسة لا يختلف فيها الناس، أما الأمور الغير حسية كالإيمان بالغيب هي التي يتفاوت فيها الناس، من مصدق عنده دليل، ومن متيقن أي عنده جزم ولا يفتقر لدليل. لما دخل الإمام الرازي إلى بغداد فانقلبت بغداد رأسا على عقب، الكل يخرج يقابله، عالم كبير جاء من نيسابور، في نيسابور، لما دخل نيسابور فلما وجدت امرأة بسيطة ماشية في سوق نيسابور، وجدت الدنيا كلها، راحت مين؟ قالوا عالم كبير عنده 1000 دليل على وجود الله. فقالت سبحان الله، أفي قلبه 1000 شك حتى يكون عنده 1000 دليل. فالمرأة البسيطة سبقت الإمام الرازي، لأنها عندها إيمانها بأن الله موجود لا يفتقر أصلا لدليل لوضوحه، متى غبت حتى تحتاج لدليل يوصل إليه؟ يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه ونفعنا الله به وبذريته: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي.
كأن سيدنا علي بيتكلم على اليقين. لا يصل الإنسان إلى درجة اليقين حتى لا يرى في المخلوقات وجود حقيقي، ولكن يراها ظل لصفات الله، فما هي إلا ظل. فهل وجود الظل يمنعك من رؤية صاحب الظل؟ لا. أنت إذا نظرت إلى الأشجار وظلها في الماء، هل وجود ظلها في الماء يمنع من حركة المراكب؟ مركب تمشي تخترق الماء وظل الشجر موجود. فالظل له وجود من وجه وله عدم من وجه آخر، فليس موجود من كل الوجوه وليس معدوم من كل الوجوه. كذلك آثار الأكوان كلها ليست لها وجود ذاتي من كل الوجوه، وليست هي عدم من كل الوجوه، ولكن وجودها ما هو إلا ظل لآثار صفات الله عز وجل. فإذا وصل الإنسان إلى هذا ينظر إلى هذه الآثار كلها توصله إلى ربه، مع تعددها توصله إلى الواحد، فلا يحجب بالكثرة عن الواحدية ولا بالواحدية عن الأحدية. هذا الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة لا يفتقر، لا يحتاج لدليل يدله على أن الله سبحانه وتعالى موجود أو غير موجود. متى غبت حتى تفتقر إلى دليل؟ متى كانت الآثار التي لم تظهر إلا به سبحانه وتعالى، ولولا ظهوره فيها ما ظهرت، هي المظهرة له سبحانه وتعالى؟ هذا عجيب. ولذا الأولياء يصلوا إلى درجة من الدرجات أنهم عندهم إحساسهم بوجود الله صار غير مفتقر لدليل، لأنهم لم يغيبوا عن الله لحظة. وهذا الإحساس يسموه المشاهدة أو المكاشفة، فهي ليست مشاهدة لذات، ولكن هو صار عندهم علم ضروري كعلمه بأنه موجود، كعلمك أنك موجود وأنك فلان. هل إذا سألك إنسان من أنت فتقول أنا فلان، فيقول ما دليلك على أنك أنت فلان؟ تقول والله أنك مجنون. ولذا لو جاء إنسان وقال لهذا المتيقن ما دليلك على وجود الله، يقول والله هذا سؤال لا يقول إلا مجنون، أنت مجنون. متى غاب حتى يفتقر لدليل؟ لو احتاجت الشمس إلى دليل وهي في كبد السماء، يبقى هذا عند المجانين والمخابير وليس عند العقلاء، لأن لابد أن تكون هناك أمور بدهية الكل متفق عليه. فيصير الإيمان بالأمور الغيبية عنده بديهي بدهي. هذا هو اليقين، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون، لا يوقنون. فبدأك القرآن بأعلى الدرجات حتى يعلي همتك، مع ان دي من اوائل سور القرآن مكتوبة كده في اول بقرة بعد الفتحة على طول، ربك يريد ان يعلي همتك. كان ممكن يقول لك وبالآخرة هم يؤمنون في الاول، وبعد كم صفحة من الادلة وفوق الادلة يوقنون، يبقى رقاق. لا، هو يريد ان ترتقي اولا، لان اي انسان ينظر في الاكوان يعلم ان الحركة تدل على المحرك، والاثر يدل على المؤثر، والفعل يدل على الفاعل. فانت اذا نظرت لحركة في الاكوان، ولا يدعي متحرك في الاكوان انه يحرك نفسه، حتى ان الانسان نفسه لا يدعي انه يحرك نفسه، بدليل ان ربنا خلق لك بعض الناس وكانوا متحركين ففقدوا الحركة واصيبوا بالشلل. فلو كان يحرك نفسه ما أصيب بشلل أصلا، فدل على أن الإنسان لا يحرك نفسه، بل هناك محرك له يحركه. فهو يستوي كالحجر سواء بسواء، والفرق بينه وبين الحجر أن الله خلق فيه إرادة، خلق فيه إرادة، وهذه الإرادة تجعله في الظاهر متحرك بإرادته، وفي الحقيقة هو متحرك بإرادة الفعال. الفرق هي خلق الإرادة فقط كحجاب يحجب أهل الحجاب
ومن خلال هذا الحجاب يصل أهل الكشف. ولذا ترى الإنسان في لحظة من اللحظات يفقد قدرته على حركة يده، أو يفقد قدرته على حركة قدمه، أو على حركة جزء من جسمه، حتى يظهر له أنه كان هذا الجزء يتحرك بمحرك لا بذاتك. فأنت ما زلت حيا، ما زلت مدركا، ولكن فقدت قدرة الحركة لبعض أصابعك أو لبعض أطرافك. هذا دليل على أن هناك محرك لك، وأنت الذي لك الإرادة في الأكوان، فما بالك ما ليس له إرادة في الأكوان من نبات أو من جماد؟ هذا شيء عجيب. فإذا كان الإنسان محتاج لدليل إن لو خد دخل إلينا حجر من هذه الحجرة فكسر هذا الزجاج دون أن نرى من رماه، نقول أن الحجر تحرك بنفسه. لو قلنا ذلك لكنا من المجانين. فيقول تقول له لما تقول أنه تحرك بنفسه؟ يقول لك لأني لم أرى له راميا. تقول لقد جنن، لابد أن يكون الرامي موجود وجود ضروري بحيث أنه لا يشك في إنسان. يعني أنه نشوف الحجر دخل كده كسر الإزاز، نقول اجري يا ولد هتشوف مين اللي رماه على طول بدلي، مش لسه هنقيم الحجة والدليل على أن هناك رامي، وبعد ما نثبت أن هناك رامي نقول لك دور على الرامي. لا، أصبحت بدهية. حتى لو طفل معنا لم يذهب إلى مدرسة، مجرد أن يشوف حاجة دخلت كده يجري يبص، أكيد أن في حد رامي. فإذا كانت الأكوان كلها لا تخلو من حركة، هذه الحركة تدل على أن هناك محرك بدهي من البدهيات، مش محتاجة لدليل. هذه معنى كلام الشيخ متى غبت حتى تحتاج لدليل. هل كانت الأثار أكثر ظهورا منك حتى تدل عليه؟ سبحانه وتعالى، فلولا ظهوره فيها ما ظهرت. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يبقى الإيمان بالدليل بما أنزل على الرسل يوصل بالترقي فيه إلى اليقين، وبالآخرة هم يوقنون. تبدأ مؤمنا وتنتهي موقنا، وهكذا الآية بدأت بك، تأخذ بيدك تدريجيا. الذين يؤمنون، فنصت على الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فإذا آمنت بهذه الأشياء وصرت عليها وعملت بمقتضاها، أورثك علم ما لم تعلم، فصرت بعد ذلك موقنا. حتى إن بعض الصالحين كان يقول إن علمي بمدارج السماء أكثر من علمي بمدارج الأرض، وصل إلى هذه الدرجة من اليقين. حدثنا الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاز الأهوازي بها، يعني بالأهواز مدينة، قال حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب قال حدثنا خالد يعني بن زيد قال حدثنا سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وسفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا ترضين أحدا بسخط الله تعالى، لا ترضين أحدا بسخط الله تعالى، يعني لا تفعل فعلا تريد أو قولا تريد أن ترضي غير الله بما يؤدي إلى سخط الله، لأنك لو فعلت ذلك كأنك تعاملت مع الآثار بالحجاب. فعليك أن تعلم أن الآثار ما هي إلا أيادي لله ممدودة إليك توصلك إليه، فإن تعاملت معها على أنها هي أيادي من الله توصلك إليه فلا تسخط الله سبحانه وتعالى من أجل أن ترضي هذه الأيادي أبدا، لأنك نظرت إلى مصدرها، فكيف تسخط مصدرها من أجل أن ترضي مظهرها؟ فهناك تناقض. ولذا إذا علمت أن هذه الأشياء مظاهر لمصدر واحد وهو الله، فلا تسخط الإله سبحانه وتعالى، أي بمخالفة الشرع الشريف، من أجل إرضاء بعض هذه المظاهر. لا ترضين أحدا بسخط الله تعالى، ولا تحمدن أحدا على فضل الله عز وجل،
وخد بالك لا تحمدن غير لا تشكرن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ما قالش من لا يحمد الناس. في فرق بين الحمد والشكر. فالشكر مطلوب للمظاهر، مظاهر النعمة التي أجراها الله عليك، جعل النعمة التي تصل إليك تصل إليك عن طريق الوسائط والمظاهر، فعليك أن تشكر هذه المظاهر، أي تعترف بجميلها وتحترمها، ولكن لا تحمدها، أي لا تثني عليها الثناء الذي يجعلك مقدسا إياها ناظرا إياها أنها فاعلة بذاتها، بل الحمد يكون لموجدها، والشكر يكون لمن أجرى النعمة على يديه. فالحمد يقتضي التنزيه مع الاعتراف بالجميل، والشكر يقتضي الاعتراف بالجميل فقط. فالفرق كبير بين الحمد والشكر، فالحمد أعم، والحمد قد يكون على المنع وعلى العطاء، والشكر لا يكون إلا على العطاء. فالحمد أشمل، ولذا بدأ القرآن بالحمد لله رب العالمين حتى يبين لك أنك لم تصل إلى كمال الإيمان حتى ترى أن العطاء يستوجب الحمد كما أن المنع يستوجب أيضا الحمد، فهو يعطي بالمنع ويمنع بالعطاء سبحانه وتعالى. ولا تحمدن أحدا على فضل الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فكل شيء من الله. ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله تعالى، على ما لم يؤتك الله تعالى. ولا تذمن أحدا لما تحصل خسارة أو يحصل شيء على خلاف المقصود، ترمي اللوم على الناس، على شريكك في العمل، على صديقك الذي خرج، على الخادم الذي أرسلته، على ابنك الذي وكلته في قضاء هذا الأمر، فإن لم يقضى هذا الأمر تذمه وتحقره وتضربه وقد تدعو عليه. لا، اعلم أن الأمور بقدر الله، ما شاء الله وكان وما شاء لم يكن. انظر إلى سيدنا رسول الله مع أنس بن مالك. سيدنا أنس يقول خدمت رسول الله 10 سنين فلم يقل لي في يوم قط لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وفي رواية أخرى غير رواية الصحيح، فإذا لم أقضي الأمر قال قدر الله ما شاء فعل. انظر كيف كانت نظرة النبي، لا يلوم، أرسله ليقضي أمرا من الأمور فلم يستطع، لا يلوم، يقول قدر الله ما شاء فعل. هكذا لا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله تعالى، لأن العاطي هو الله وقاضي الحاجات هو الله، فلا تلوم الأسباب، ولكن انظر إلى رب الأسباب، لأنه لو أراد أن يعطيك أعطاك بلا سبب، تقوم تعيش مستريح، لا ترضي أحد بسخط الله، ولا تصير عبدا للنعمة بل عبدا للمنعم. ولا تحمدن أحدا على فضل الله، لأنك أنت لو حمدت المظاهر على فضل الله صرت عبدا للنعمة ولست عبدا للمنعم، فأراد ألا تكون عبدا إلا له سبحانه وتعالى. ولا تحمدن أحدا على فضل الله عز وجل، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله تعالى، حتى لا ترمي اللوم على أحد ولا تعيش بالحسرة والندامة. يريدك في كمال السعادة والراحة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تكفيرا لذنوبك، رفعا لدرجاتك، تمحيصا لإيمانك. فحتى السيئة التي تصيبك في ظاهرها ما هي إلا حسنة من الله إليك، ينبهك على ضعفك، ينبهك على افتقارك إليه فتزداد افتقارا إليه فتزداد غنى به، فهي في الحقيقة كل من عند الله، فالأمر كله من الله، فهو يمن عليك بالعطاء كما يمن عليك بالمنع. فإذا علمت ذلك فاعلم فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، لا تنظر للأسباب أن هي التي تسوق إليك الأرزاق، مهما حرص الناس على أن يرزقوك أو يسوقون إليك الرزق لا ينجحون بذلك إلا إذا أراد الله أن يسوق إليك هذا الرزق.
فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهة كاره. وإن الله تعالى بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. الروح يعني الراحة. انت عايز الراحة؟ الراحة مش في ان يبقى عندك رصيد في البنك، ولا يبقى عندك قصور ومتاع، ولا يبقى عندك منصب وجاه. الراحة انك انت ترضى بما اقامك فيه، وتتيقن ان هناك فاعل مختار، وانه ليس في الاكوان الا ما اراد. فاذا علمت ذلك استرحت، وتعلم ان الاكوان كلها لو حرصت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا اذا اراد لك النفع، واذا ارادوا ان يضروك لا يضرونك الا اذا اراد لك ان تصاب بهذا الامر. واراد لك ان تصاب بهذا الامر لا غضبا عليك، بل منة عليك حتى تفتقر اليه. انت في وقت مرضك وضرك تعبد ربك اكثر مما تعبد ربك في حال عافيتك. فاذا نظرت الى هذا نظرت الى ان الانسان في حال الضر يكون اقرب منه الى ربه، والقرب هنا يكون نسبة من العبد لا من الله، فالله قريب اليك في كل حال، فالنسبة منك انت، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج للنسب، وهو اقرب اليك من حبل الوريد. ولكن شعورك انت بقرب ربك منك لا تشعره الا في حال كمال ضعف، فيريد ان يمن عليك بالضعف لتشعر قربه، فلا تنساه في حال الرخاء، فهو في كل حال يريد ان يتعرف عليك. يقول في الحديث القدسي: مرضت ولم تعدني. قال: كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال: اما علمت ان عبدي فلان مرض؟ اما لو عدته لوجدتني عنده؟ وجدتني هنا بمعنى وجدت رحمتي، وجدت عطائي، وجدت شفقتي، وجدت لطفي. فكأن الله سبحانه وتعالى مع المريض يتعرف عليه بالجمال في الباطن بعدما تعرف عليه بالجلال في الظاهر. والمرض في ظاهره جلال وفي باطنه جمال، والنعمة في ظاهرها جمال وفي باطنها جلال. فالله سبحانه وتعالى في كل حال متعرف بالجمال والجلال. فإذا ظهر الجلال ظهر البلاء، ولكن بطن معه الجمال. وإذا ظهر الجمال بطن الجلال. ولذا يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالخير فتنة. فتنة لماذا؟ لأن في ظاهره جمال فتظن أن أيضا بطنه جمال فتفتن به. ولكن البلاء ظاهر، ظاهر الجلال. فإذا كان ظاهر الجلال استشعرت الجمال فيه. إن الله تعالى بعدله وقسطه جعل الروح والفرح، يعني السعادة. يعني لو عملوا برنامج في التلفزيون واستضافوا الناس كده وقعد كل واحد يبحثوا ما هي أسباب السعادة، كل واحد يقول الجاه، ده يقول مثلا المال، ده يقول التاني العلم، ده يقول مثلا العدل، ده يقول الزوجة الجميلة، الأولاد الكثير، أي حاجة، النماء والخير المحيط به، أي حاجة بقى كل واحد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وفر لك الحكاية كلها. الرضا واليقين. أنت لما ترضى بما أقامك الله فيه وتعلم ان الدنيا دي دنيا ثانية، يبقى الحكاية سهلة. حتى لو جوعت سهل، لان يعني احنا هنجوع الوقتي، لكن احنا مش هنعيش على طول، هنجوع الوقتي وهنشبع كتير. فتلاقي الحكاية فيها صبر، لان لما يبقى عندك يقين بان الدنيا دي ثانية، وكلمة ثانية يعني ثانية في الحال، يعني الوقت خلص، يعني الوقت خلصت خلاص. فإذا علمت ذلك وعلمت أن هناك دار آخرة هترضى على كل وضع. أنت لما بتركب الأتوبيس وتلاقيه زحمة وما فيش كرسي تقعد فيه، إيه اللي بيصبرك على الزحمة؟ إنك هتنزل المحطة الجاية، مش كده؟ ده أنت بتقول أول ما هيوقف هنزل كده، سهل كده برضو.
لكن لو هتركب الاتوبيس ويقول لك انت هتوصل السنه الجايه، لا ده انت لازم يبقى ايه حاجز كرسي وجنب الشباك واخد بالك وجايب معاك السندوتشات، عايز تقعد بقى هتعمل قعده. فلو رحت الاتوبيس ده قالوا لك لا الكرسي بتاعك اتاخد، انت عايز تروح ما ترجعش شركه. ليه؟ لانك هتقعد مده طويله لا تقبل. ولو ارغموك انك تركب تبقى بتركب وانت زعلان ومتعذب لانك عارف انك هتقعد مده طويله. لكن انت هتنزل هتركب من الازهر هنا هتنزل في العتبة والله على السلم برجل واحده ولا يهمك، صح ولا لا؟ اللي مطمنك كده ايه؟ انك هتنزل المحطه الجايه، هي الدنيا كلها محطه بقى، ادي معنى الرضا واليقين. فطالما هتنزل المحطه الجايه ادي معنى اليقين ان الدنيا قصيره. كسر الامل، قسم لي كسره خبز دلوقتي مش شرط تبقى رغيف الحمد لله، ما قسمها ليش ما يجراش حاجه، ما احنا نازلين المحطه الجايه. اما ننزل المحطه الجايه نلاقي هتصبر، يعني مش محتاج يبقى معاك حاجات كتيره شايلها على كتفك وانت راكب برجل واحده على 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 باب الاتوبيس وهتنزل المحطه الجايه. تاخد معاك شنطه؟ اخد معايا شنطه ليه؟ طب ما انا نازل المحطه الجايه، فمش محتاج اكوش، مش محتاج اجمع. فهمت بقى الرضا واليقين تبقى مستريح ازاي؟ لانك هتنزل المحطه الجايه. يعني كسر الامل، كسر الامل ده سعاده، سعاده طويله. لكن الانسان طول ما هو مأمل في الدنيا، مأمل يعني عمل امل، مش مأمل يعني عنده امل. لغه المصريين بقى طبعا الجماعه غير المصريين مش فاهمين، مأمل بالالف، المصريين يقولوا عقاف الف يعني مقمل، القمل يعني اللي بيه الشعر، واخد بالك ازاي؟ وعلى اي حال اللي مأمل في الدنيا مأمل برضه لان قلبه مليان حشرات، بس الامل بقى في قلبه، واخد بالك ازاي؟ فهي المعنى واحد. فلما تبقى عندك امل كبير في الدنيا تلاقي نفسك مش مستحمل اي حاجه تحصل لك فيها. ليه؟ لانك متبت فيه. انما ما يحصل اي حاجه وانت راكب وهتنزل المحطه الجايه، فردت الجزمه اتخلعت منك فبقيت حافي في رجل والرجل الثانيه فيها جزمه، ولا هتبص لها، هننزل المحطه الجايه. مش اشكال، ابقى ارجع خطوتين اجيب. الحكايه سهله. اي حاجه تحصل ما يجراش حاجه، ما احنا كلها المحطه الجايه. افتكر المثال ده وانت بتتعامل مع الدنيا هتلاقيها سهله. امتى راكب في اتوبيس زحمه وهتنزل المحطه الجايه؟ خلاص سهل. هتسكن في شقه اوضتين، شقه اوضه واحده، ما يجراش حاجه، في قصر ما يجراش حاجه، كله هينزل المحطه الجايه. دخلت الكليه اللي انت بتحبها، ما دخلتش الكليه اللي انت بتحبها. اتجوزت البنت اللي بتحبها، ما اتجوزتش البنت اللي بتحبها، هننزل المحطه الجايه. كاسه مقضيه، يعني ما تعملهاش ازمه، تعيش بقى كده مستريح. الرضا واليقين، يبقى ساعتها بقى ما فيش بقى ندم ولا في حسره ولا في ذبحه ولا في ارتفاع في الضغط ولا يتنقل العنايه المركزه ولا الحقوا الراجل اتنقط مسكين ومخه انفجر ما استحملش. نبطل الكلام ده كله بقى. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عايز ياخدك من ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة. ادي المعنى، عايز ياخد بايدك. انت قاعد مغمي نفسك فاكر ان ما قدامكش الا دي بس، لا ده انت وراك حاجة احلى. ده الحتة اللي انت فيها دي حتة ضيقة ومظلمة وعفشة وعتمة، وكل لذة فيها مصحوبة بالام. والرسول صلى الله عليه وسلم عايز يدلك على حاجة تانية، لذة لا ليست مصحوبة باي ندم. وكل الحكايه انت هتقعد هنا بس خطوتين وتعدي. ادي معنى ان الله بقسطي وعلي جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. لما تبقى واقف في طابور زحمه والدنيا حر والشمس ضاربه فيك علشان الراجل بيقبض المرتبات. بيقبض المرتبات بقى خلاص، ما انت واقف صابر بقى عشان هتقبض، هتاخد نوال، تفضل واقف ما يجراش حاجه. وبعدين فجأه يقولوا لك ايه؟ بعد خمس دقايق وكل واحد في مكان وهيحط ايده في جيبه يلاقوا فلوسه في جيبه. يا يجي لك فرح شديد، حتى العرق اللي كان فيه والخناقه اللي قدام اللي قدامك عشان تيجي مكانه ولا تسبقه ولا تعمله خلاص بقى انقضت في لحظه، تلاقي نفسك استريحت. صح ولا لا؟
فهي الحكاية كده برضه، هي الدنيا كده، ينادي منادي تلاقي نفسك قاعد بتتخانق مع اخوك عايز تاخد الشقة اللي على النيل منه، اصل ابوك ساب لكم شقة على النيل وشقة على النيلة، فانت بتتخانق مع اخوك عايز تاخد اللي على النيل وتساب له اللي على النيلة. طب وليه تتخانق؟ في وسط الخناقة دي عزرائيل نازل يقبض روحك، ويعني يقبض روحك وانت بتتناكس. طيب ما الحكاية سهلة، ما كنت اديت له الشقة اللي على النيل وخد اللي على النيل، ده انت هتموت قبل ما تحط رجلك فيه. الحكايه سهل، هي الدنيا كده سهل، اللي يفهمها على كده سهل. لما تلاقي واحد شطان في حاجه في ايدك خد، مفيش حاجه خد. وده كان فعل النبي، لما تقرا سيره النبي كلها تعامله مع الدنيا كانت بالصوره دي. يجي له جبه هديه وكان النبي محتاج ليها صلى الله عليه وسلم، يوم اول مره يخرج يلبسها ويقف على المنبر يخطب، يجي واحد من الصحابه يقول له يا رسول الله اعطنيها، هو محتاجها. عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ راح نازل قالها عندها. الصحابه متغاظين بيقولوا له تطلبها من رسول الله وتعلم انه لا يرد احد وتعلم حاجته اليها، فين الذوق؟ فين الدم؟ انت عارف ان الرسول محتاجها وعارف انك لو طلبتها منه هيديها لك، ازاي تطلبها منه؟ الصحابه بيلوموه، لكن شوف النبي عمل ايه. والثاني يقول لهم والله لم اطلبها من اجل دنيا، ولكن اردت ان احفظها لتكون كفني حتى يكون كفني قد مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيدور لحاجه ودول بيدور لحاجه. لكن شوف تفاعل النبي مع الدنيا، ما قالوش ايه طب استنى شويه اما افرح بيها، طب استنى اما اديك القديمه اللي في البيت ابعدها لك بعد سنه اكون بس خدت حلاوتها. كل حاجه كانت ممكنه يعني، ايش مشكله يعني. لكن شوف الرسول صلى الله عليه وسلم اي حاجة في ايده اي واحد فرح الدهال، ويبقى فرحان وهو بيدي اكثر من فرح الاخر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كده، يعني تملي اللي بياخد الحاجة واللي فرحان، واللي بيدي هو برضه عنده شوية كده ندامة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو بيعطي العطاء فرحه اشد من فرح الاخر، لانه عارف برضه ان هو نزل المحطة الجاية على طول كله عدي. وجعل الروح والفرح في الرضا واليقين، ما قالش الايمان، لان اليقين اعلى، لان كل المسلمين كلهم مؤمنين الحمد لله حاجه جميله، لكن مين من المسلمين بينظر للدنيا هذه النظره؟ اهل الخصوص بقى، الاولياء. وجعل الهم والحزن في ايه؟ في الشك والسخط. مش راضي، جاتنا نيله في حظنا الهدايه، طول ما هو قاعد مش راضي. واخد عملوها حتى كاريكاتير، طول النهار تلاقيه مش راضي عن اي حاجه، ندمان على كل حاجه، ساخط على كل حاجه. لو اديته 100 ليه ما بقوش 200؟ لو اديته 200 لا انا استحق اكتر. فعلى طول عنده ضجر وعنده سخط ومش راضي مش راضي مش راضي على طول. يبقى هو ده البؤس بعينه، لانه هيرضى امتى؟ مش هيرضى خالص. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي قال حدثنا عياش بن حمزة قال حدثنا أحمد بن أبي الحوارة قال قال أبو عبد الله الأنطاكي إن أقل اليقين إذا وصل إلى القلب يملأ القلب نورا، يعني بداية اليقين أقله يملأ القلب نور وينفي عنه كل ريب، يعني كل شك. الشك يحتاج لدليل مش كده؟ فاليقين اول ما يخش يكنس الادله كلها، لانه يعني يستعجب، هو انا كنت محتاج دليل علشان اشوف النور ده اعرف الحقيقه دي كلها؟ خلاص بقى مش محتاج دليل. وينفي عنه كل ريب اي كل شك، وكل دليل كان محتاجه لنفي هذا الشك. ويمتلئ القلب به شكرا، شكر للنعمه، لأن اليقين ده نعمة كبيرة، فيحس إن الإنسان ممنون لربه. بعد ما كان محجوب عن ربه مش حاسس النعمة، لقى نفسه غرقان في النعم، فيبقى ممتن لربه سبحانه وتعالى، فيملأه شكر. ولما يمتلئ شكرا يحس إنه مقصر من جلال هذه النعمة ومن كمال منته، فيخاف من الله. ومن الله تعالى خوفا، يبقى يمتلئ القلب شكرا اي على كمال النعمة، وخوفا ان يسلبها
او ان يقصر في شكره، فيبقى في خوف ورجاء. فاذا نظرت الى ما منه اليك امتلأت رجاء، واذا نظرت الى ما منك اليه امتلأت خوفا. فعلى قدر نظرك، فيبقى ليك عين على تقصير العبودية وعين على كمال الربوبية وعظمتها. فالعين على كمال الربوبية وعظمتها تجعلك راجيا، والعين على تقصير العبودية تجعلك خائفا، بين الخوف والرجاء. ويحكى عن ابي جعفر الحداد قال: رآني ابو تراب النخشبي وانا في البادية جالس على بركة ماء، ولي 16 يوما لم اكل ولم اشرب، فقال لي: ما جلوسك؟ فقلت: انا بين العلم واليقين، انتظر ما يغلب فاكون معه. يعني ان غلب علي العلم شربته، وان غلب اليقين مررته. فقال لي: سيكون لك شأن. بمقتضى العلم الاخذ بالاسباب، وبمقتضى اليقين ان الفاعل هو الله. فمقتضى العلم عنده انه اذا عطش يشرب، وبمقتضى اليقين ان الراوي هو الله، الذي يرويه هو الله وليس الماء. بمقتضى اليقين فهو جالس قدام الميه بقاله 16 يوم، كل ما يجي يشوف هل يتعامل مع السبب لانه من اهل الاسباب، ولا يتعامل مع رب الاسباب لانه من اهل التجريد. هو عايز يشوف حاله مع الله، لان الناس بين اهل تجريد واهل اسباب. فأهل التجريد يتعامل الله معهم بلا أسباب، وأهل الأسباب يتعامل الله معهم من خلال الأسباب. فهو يريد أن يرى حاله مع ربه. هو لا يمتنع عن شرب الماء امتحانا لربه أو تجربة، ولكن هو نظرا لحاله مع ربه. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد أن يرى حاله مع ربه، لا يشك في لحظة أن الله قادر على إحياء الموت، ولكن ولا يختبر ربه، ولا يجعل نفسه في تجربة مع الله، بل هو يريد أن يرى حاله مع الله. هل هو في رقي في إيمانه، أم ما زال في درجة العوام في الإيمان؟ كذلك هو هذا هو حل. فكان يجلس أمام الماء فيشوف هو هيمشي مع العلم ولا مع اليقين. يعني هو من أهل العلم اللي هم أهل الأسباب، لأن أهل العلم أهل دليل، والدليل سبب موصل، مش كده برضو؟ واهل اليقين لا دليل عندهم، لانه الدال صار هو المدلول، صار الدليل هو المدلول، صار الله هو الدليل وهو المدلول عندهم، دول اهل التجريد. فهو يرى حاله، هل هو حيمشي مع اهل العلم فيشرب ويخلق الله الرية عند الشرب بالتعامل مع الدليل، ام ان الله سبحانه وتعالى يتعامل معه بغير دليل، بل يتعامل معه مباشرة لأنه من أهل التجريد. فقعد كده 16 يوم يقوى على الامتناع عن الماء، وفي نفس الوقت ما زال يرى هل هو من أهل اليقين ولا من أهل العلم. فلما شافه كده 16 يوم ما بتشربش، ولسه مش عارف انك انت ده، انت هيكون لك شأن، ده انت هتبقى حاجة تانية. لأن لو كنت من أهل الحجاب ومن أهل الغفلات ما تحملت ترك الماء 16 يوما، بل هلكت. كونك بقالك 16 يوم لم تشرب، يبقى ربك بيتعامل معك بغير سبب من الاول، ده انت من اهل التجريد خلاص واضحه. لكن هو من شده يعني ارادتي ان هو يصل لمرتبه يقين اليقين، ظل على هذا الحال. انت ما تعملهاش، لان دي حال بعض الاولياء، لان الناس من اهل بيعمل كده امتى؟ لما يكون تعامل الله معه بغير اسباب في فترات كثيرة، يقوم يزداد يقينه في ربه، يقوم يمتنع عن السبب، يمتنع عن السبب دون ان يندم، لانه صار من اهل التجريد. لكن انت اما تروح تعمل كده وانت لسه ما وصلتش للمرحلة دي، يبقى ده اساءة ادب مع الله، لان ترك الاسباب اساءة ادب، ترك السبب اساءة ادب. فيقول: إن غلب علي العلم شربت. العلم يحتاج أسباب، يشرب. وإن غلب اليقين مررت. فيفضل قاعد قدام المية، يجد نفسه بعد شوية ارتوى بدون ما يشرب، يبقى غلب اليقين، يروح. يجي تاني يوم عطش، يرجع تاني يقعد قدام المية يبص له ويشوف
غلب عليه العطش قرصه ولا العطش بيقل ويرتوي؟ فإذا ارتوى دون أن يشرب يبقى غلب عليه اليقين يروح. وهكذا فضل كده 16 يوم كل يوم يروح يقعد بص المية كل ما يعطش يلاقي نفسه ارتوى يبقى غلب عليه اليقين يروح. فهمت بقى الطريقة؟ فقال لي سيكون لك شأن. وقال أبو عثمان الحيري اليقين قلة الاهتمام لغد. قلة الاهتمام لغد ليه؟ لكسر الامل. اصله هينزل المحطة الجاية، واحد هينزل المحطة الجاية هيقعد يرتب الاتوبيس؟ لا قوم انت من هنا وقعد انت هنا وقعدني جنب الشباك. لا انا مش عارف ايه، لا انا عايز كده. ده انت على ما ترتب المحطة هتيجي وهيفوتك النزول، صح ولا لا؟ فتمشيه يبقى مش مهتم لغد. اللي هينزل المحطة الجاية ده مش مهتم لغد لانه عنده يقين انه هينزل المحطة الجاية، انما اللي عنده طول امل. فهمت ازاي؟ هو ده بقى اللي قاعد يرتب وقاعد يدبر وقاعد مهتم، مهتم من الهم. لا علشان كده يقول اليقين قلة الاهتمام لغد. فهمت كلام المشايخ؟ لغد اللي هو المستقبل اللي جاي، لان هو ما هو بيعبد ربه في الوقت، بيعبد ربه في الوقت، ما يعرفش بعد كده ايه، لان الوقت اللي فات لا يستطيع انه يدركه ابدا، والوقت اللي جاي مش ضامنه ابدا، مفيش الا قدامه دي بقى. طب استعمل الوقت ده في الطاعه، الحق، لان اللي فات ما تقدرش تجيبه واللي جاي انت مش ضامنه، الحق نفسك. لكن اما تبقى انت دلوقتي قاعد حامل هم اللي جاي فيضيع منك الوقت في هم اللي جاي، تلاقي نفسك اللي جاي ما جاش، يبقى انت ضيعت كل عمرك. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده لما خدنا في باب الوقت عند القوم اللي هي عبادة الوقت، انك انت تشغل نفسك في الوقت اللي انت فيه بطاعة ربك، وما تهتمش باللي جاي، وسيب اللي فات بقى، سيب اللي فات مالكش دعوة بيه، لان ما تعرفش تجيبه، ما تعرفش تجيبه بأي مال. تقدر تجيب امبارح بأي مال؟ فاتك الفجر النهاردة ما صليتوش، تعرف تجيبه تاني؟ خلاص انتهت. طيب خلاص بقى ما تفوتش الظهر وما تفوتش العصر، كل اذان يجي لك ما تفوتوش، كل موسم طاعة تيجي ما تفوتهاش، لان ما تعرفش هيجي الموسم التاني ولا لا. قد يأتي رمضان وبعضنا اللي قاعدين دول ما يكونوش موجودين، بالرغم ان معظم اللي قاعدين ناس صغار السن. طب هو الموت بيعرف صغير من السن من كبير السن؟ ما يعرفش. انا ابني محمد مثلا يعني عنده 25 سنة، بيقول لي ده انا ليا واحد صاحبي متخرج معايا بتصل بيه، فردت عليا والدته قالت لي ده احنا لقيناه ميت في سريره من يومين، هو سليم لسه متخرج من الجامعه بقاله سنتين، ما بيشتكيش من حاجه، بيصحوا الصبح من النوم كده لو ميت. يبقى المده ما يعرفش سن، يبقى الحكايه اقصر مما تتصور، يبقى اليقين قله الاهتمام لغد، لان غد ده مشكوك فيه هيجي ولا مش هيجي ما نعرفش. فطالما حاجة مشكوك فيها انت ليه تهتم بيها؟ خليك في المتيقن ليه. المتيقن ليه ايه؟ الحاجة اللي في ايدك دلوقتي استعملها في طاعة ربك، هو ده اليقين بقى. الحاجة اللي في ايدك استعملها في طاعة ربك، واللي مش في ايدي ما اعرفوش مش ضامنه. الناس يقول لك عصفور في اليد ولا عشرة على الشجر، مش كده؟ العصفور ده اللي هو ايه؟ الوقت، الوقت بتاعك، هو ده انت دلوقتي. بعد لحظة ما نعرفش، قد تتغير النوايا، قد تتغير الظروف، قد تخرج الروح اصلا، كل ده جائز. وقال سهل بن عبد الله اللي هو التستري اليقين من زيادة الايمان. يبقى الايمان يرتقي بيقين، الايمان مرور مع الدليل، وبعد كده تستغنى عن الدليل لوصولك الى العلم الضروري اللي محتاج بدليل. اليقين شعبة من الايمان، اليقين من زيادة الإيمان ومن تحقيقه، مش لكل حق حقيقة أو لكل قول حقيقة. فالإيمان أقوال، حقائقها اليقين. وقال سهل أيضا اليقين شعبة من الإيمان وهو دون التصديق. الإيمان دون التصديق، لكن اليقين من الصديقية،
يبقى الايمان الاول بيبقى سير مع الدليل حتى تصل للتصديق. فاذا وصلت للتصديق ارتقيت بعد ذلك الى اليقين اللي هو الصديقية، يبقى هو شعبة من الايمان. كأن الايمان ده شجرة واليقين ثمرة، فلا تصل لليقين الا بعد الايمان. وقال بعضهم اليقين هو العلم المستودع في القلوب، يشير هذا القائل لانه غير مكتسب، يعني هو هبة من الله سبحانه وتعالى ان يرقيك من الاسباب الى رب الاسباب، من النظر للدليل الى المدلول. فهو من حيث الترقية هو اخذا بيدك اليه، فهو من ابواب الجذب، نوع من الجذب او نوع من الوهم، فهو وهم وليس كسب. الايمان كسب، الايمان كسبي، فانت مطالب ان تكون مؤمنا. فاذا امنت وعملت بمقتضيات الايمان اورثك علم ما لم تعلم، فصرت متيقن. ادي الجهة دي، اورثك يعني اعطاك يعني وهبك، ادي المعنى. عشان كده هو بيقول اليقين هو العلم المستودع في القلوب يوم ألست بربكم. هل احتجت الناس قالوا ايه الدليل، ولا كل الناس قالوا بلى؟ حتى الكفار قالوا بلى، لانه كانوا في حال كمال اليقين، فصار هذا العلم مستودع في القلب منذ العهد الاول، مستودع في القلب، ولكن ران عليه الاطوار المختلفة اللي مر بها الانسان، ثم حجب بعد ذلك بالادلة والاثار. فاذا زالت هذه الاثار كلها رجع للعلم المستودع في القلوب يوم ألست بربكم فلا تفتقر فيه لدليل. هذه المراد الشيخ، والله أعلم بمراد. وقال سهل ابتداء اليقين المكاشفة، لأن احنا قلنا ابتداء اليقين نور، والنور يتم مع الكشف، مش كده برضو؟ ابتداء اليقين نور يقذفه الله في قلب المؤمن، فإذا قذف القلب في القلب النور يتم المكاشفة اللي هو الكشف. ولذلك قال بعض السلف لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، بعد المكاشفة المعينة لما يجي النور يكشف ما خبأ، فإذا كشف ما خبأ يتم معاينة الأشياء، يعني تراها بعينه، ثم المعاينة والمشاهدة، المشاهدة بعين البصائر مش بعين الأبصار، لأن الكلام على القلوب، فالقلوب لها بصائر ترى المعاني لأنها من عالم الأمر، أما العين فهي من عالم الملك فلا ترى إلا الأشباح. فالقلوب ترى المعاني والأوامر اللي هي عالم الأمر وعالم الأشباح وعالم الجبروت، أما عالم الأشباح والحس فلا تراه إلا العيون. فهنا بيتكلم على القلب، ثم المعاينة والمشاهدة أي بعين البصيرة. وقال أبو عبد الله بن خفيف اليقين تحقق الأسرار بأحكام المغيبات. السر اللي هو ما بطن في الروح، لأن الإنسان عبارة عن نفس إذا اختلطت شهواته بروحانيته صارت نفسا لها روحانيات ولها شهوات، لها شيء يجذبها الى اسفل فتصير في ادنى في اسفل الفافلين وهي الشهوات، ولها شيء يريد ان يرفعها لاعلى فتصير في احسن تقويم، فهي في جذب بين الشهوات وبين الروحانيات تسمى نفس. فاذا ارتقى وصار للروحانية اقرب صارت روح، فإذا رجعت الروح إلى، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني سر، فصارت تطلب أصلها وسرها فوجدت أن سرها هو بارئها، فالسر أرقى من الروح، لأن الروح تكون مرتقية عن النفس ولكن ما زالت لها عين على النفس، أما السر فلا عين له على النفس أصلا، بل كل عينها على الأحدية فلا تنظر للواحدية.
فتعود الى الاصل كان الله ولم يكن شيئا ما، فصارت سرا. لا مشحة بقى في الاصطلاح، ناس تقسموا زي ما تقسم، تقعد تقرا السهرة ورد تلاقي ليه تقسيم، تقرا الشيخ عبد الكريم الكوشري تقسيم، تقعد مع اي حد تاني تلاقيها ليها تقسيم، لكن هو الخلاصة كده، الخلاصة كده. كثر بقى، هات النفس مثلا قسم النفس انواع، ما هو النفس نفسها درجات. يعني ينتقل الروح مع نفس لوامة لما يغلب عليها الحضيض والسفل تبقى اسمها أمارة بالسوء، لما تبقى متأرجحة بين العلو والسفل يسموها لوامة، واللوامة دي قد يكون تأرجحها جهة السفل أكثر فتبقى في بدايتها، ويكون تأرجحها جهة العلو أكثر فتكون في نهايتها، فاللوامة نفسها برضو مراحل. وبعد اللوامة تأتي النفس الملهمة، فربنا يلهمها اللي يضرها فتمتنع عنه، ويلهمها اللي يزكيها فتأخذ به فتبقى الملهمة. وبعد كده لما توصل لهذه المرحلة ترضى فتبقى راضية، فلما يرضى عنها الله تبقى مرضية. يبقى دي كلها نفوس مش كده برضو؟ لما يخلص من النفس اصلا بقى بعد ما يعدي ده كله بكل درجاتها يرتقي، يبقى مفيش اصل للمحسوسات عنده، ترك كل محسوس لأنه وجد أن كل هذه الأشياء ما هي إلا ظل، وهو الذي مد الظل، واخد بالك إزاي؟ فربنا جعل الظل دليل، وجعلنا الشمس عليه دليلا، فالظل دليل إن في شمس، والشمس دليل إن في ظل، لكن الظل ليس له وجود في الحقيقة وليس هو غائب في الحقيقة أيضا، فهو بين البنين. فلما يرى أن كل المحسوسات ما هي إلا ظل تركها ونأى عنها ولم ينشغل بها فصار روحا. فهمت بقى المسألة؟ والروح نفسها درجات كبيرة، حيث لا يعلم مداها إلا الله، لأن روح الولي غير روح القطب، غير روح قطب الغوث، غير روح الختم، غير روح الكامل. وأعلى أرواح الأولياء هي بداية أرواح الأنبياء، وأعلى أرواح الأنبياء هي بداية أرواح الرسل، وأعلى أرواح الرسل هي بداية أولي العزم، وأعلى أولي العزم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروح الأعظم روح الأرواح، مش يقولوا عليه كده روح الأرواح سر الأسرار؟ فهمت إزاي؟ فربنا يعلمنا يا سيدي. وقال أبو عبد الله بن خفيف: اليقين تحقق الأسرار بأحكام المغيبات، يعني تصير أحكام المغيبات كأنها معينة، يصير الأمور كده كأنها معينة كأنه شايف. وقال أبو بكر بن طاهر: العلم بمعارضة الشكوك. العلم يكون إيه؟ إنك تعارض الشكوك بالأدلة، يجي الشك في قلبك تقوم تجيب له الدليل تفحمه، يبقى العلم كل قيامه على الأدلة والبراهين، مقدمات ونتائج. واليقين لا شك فيه اصلا، لا محتاج لمقدمة ولا محتاج نتيجة ولا محتاج حاجة خالص، الحكاية واضحة، الحكاية بقى واضحة خلاص، مش محتاج يسأل على دليل. اشار الى العلم الكسبي وما يجري مجرى البديهي، يبقى العلم اللي بيتكلم عليه بيتكلم على العلم الكسبي، واليقين هو البديهي بقى. وكذلك علوم القوم، في الابتداء كسبي اللي هي في حال الارادة والسلوك، وفي الانتهاء بديهي، من عمل بما علم اللي هو الإرادة والسلوك، أورث علم ما لم يعلم فيصبح بعد ذلك بديهي. سمعت محمد بن عبد ابن الحسين يقول: قال بعضهم أول المقامات المعرفة. دي مقامات بقى الإيه في للأولياء، المعرفة ثم اليقين، قبل المعرفة في الإيمان للعوام اللي هو الوقوف مع الدليل. لما يبتدي الدليل يبقى له وجود لكن ضعف، صار معرفة. يعني انت دلوقتي ساكن في بيت جديد فلسه مش عارف الشوارع، لازم يبقى عندك شوية قرائن كده تقول اه ده في بنزين على ايد الشمال، وبتقابلني كده الاقي صيدلية فلان، وبعدين هروح الاقي جراج، وبعدين هناك كده في شجرة، وبعدين بعد كده حاول على ايدي اليمين الاقي البيت، لانك لسه جديد في المنطقه. فتلاقي نفسك كل ما تيجي ماشي في السكه
بتشوف العلامات. قدمت بقى وبقالك 10 سنين ساكن في الحته، هتبص للعلامات؟ لو قطعوا الشجره حطوه، لو قفلوا الصيدليه حطوه، لو قلبوا البنزين عملوه عماره حطوه، مش حطوه خلاص. فصرت عارفا. فهمت؟ يبقى في الاول محتاج الادله عشان توصلك، ده في الايمان. بعد ما تسكن شويه تلاقي بعض الادله تلاشت، لان المنطقه عمرت، فقطعوا الشجره وعملوا شارع، بقيت مش محتاج الشجره خلاص دليل. وبعدين الجراج اللي كان على الناصيه قال ابوه سوبر ماركت، ما يفرقش، مش محتاج، ما انا عارف بيتي بقى. لكن في بعض لسه الادله بسيطه، يعني كان الاول عندي 10 ادله للوصول لبيتي، خلاص ضاعت مني 5 6، لكن ما زال في بقايا، بقت معرفه. فانا مش محتاج كل الادله خلاص، بقى وصولي الى ربي بقى سهل، دليل واحد يكفيني، يبقى اسمه معرفه. فهمت بقى المساله؟ ودي بدايه القوم ان يبتدي يتخفف من الادله، يتخفف من الادله، خلاص مش محتاجها. بعد كده يبقى مش محتاج ولا دليل، والله لو غيروا كل حته نسفوها لا يرجع لها، يجي لها من الجو يوصل لها، مش محتاج حاجه. يبقى ده اسمه اليقين بقى. انت ازاي؟ مش محتاج لدليل خالص، اصبح هو نفسه المدلول هو دليله. بعد كده يرتقي الى التصديق، اللي هو معنى الصديقيه هنا، بمعنى الصديقيه هنا. سيدنا ابو بكر شوف لما وصل مقام الصديقيه كان بيسال على اي دليل؟ كان النبي نفسه هو الدليل عنده، يقول لهم هو قال ولا ما قالش؟ لو قال يبقى هو ده الدليل على الصدق، خلاص مش محتاج بعد ما يقول النبي يبتدي يقلبها في مخه وبعدين يشوفها مبلوعه ولا مش مبلوعه، مقبوله ولا مش مقبوله، منطقيه ولا مش منطقيه. لا، ده هو اصبح النبي نفسه هو الدليل، اصبح الرسول هو دليل الرساله، والرسالة هي الرسول، لا فرق. فارتقى إلى مقام الصديقية. فهمت بقى؟ أدي المعنى. لما توصل للمقام ده بقى تلاقي نفسك كل عملك بقى لله، لأن أنت مش شايف غير ربك. هتعمل بقى للدنيا؟ هتعمل لواحد شايفك؟ هتعمل لارتقاء منصب؟ ما أنت مش شايف غير الله، فتبقى مخلص. ثم الإخلاص على طول. لأن هل هناك مع الله أحد؟ لا. طب خلاص يبقى كل عمل لله بقى، ما أنا مش شايف غيره. طالما انا مش شايف غيره خلاص بقى. عشان كده قال لك بعد التصديق ايه؟ الاخلاص. وعشان كده سيدنا ابو بكر بيقول لك ايه؟ ما سبقكم بكثرة عبادة ولكن بما وقر في قلب، اللي هو الاخلاص، اللي هي ثمرة الصديقية، اللي هي ثمرة الصديقية. لم يرى احد مع الله فلم يفعل الا ابتغاء وجه ربه، ونزلت الاية فيه. فهمت ازاي؟ لانه ارتقى في الحاجات دي كلها، عداها. فاللي يصل لدرجة الصديقية لا يرى في الأكوان إلا الله، فلا يرى فاعل إلا الله، فيبقى كل عمله لله خلاص. لله، مش لله بس، لا ده بالله، ده عمله بالله ولله، ومش بالله ولله، لا ده في الله. فيلاقي نفسه في الله وبالله ولله وعلى الله ومن الله وإلى الله، كل حرف الجهة. فحيثما توجه وجد ربه. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى الإخلاص، هو ده الإخلاص بقى. هذه المسألة. وصل للإخلاص كده ومش شايف بعين قلبه إلا الله، يصل إلى الشهادة. ساعتها ما يقول أشهد ويبقى صادق، لأن اللي بيقول أشهد ده كان بيقولها قبل كده بمعنى أعلمه. يبقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الدخول للإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، عايزك تدخل من إيه؟ من أعلى باب، باب كبار الزوار، عشان يرفع همتك من اولها، لان النبي هو صاحب الهمم العاليه، فخد امته للهمه العاليه. ما قال لهمش ابتدي الاول قول اعلم ان لا اله الا الله، وبعد 5 6 سنين تعالى يا ابني قول اعرف ان لا اله الا الله، وبعد 5 6 سنين تقول اتيقن ان لا اله الا الله، وبعد مش عارف ايه تقول اشهد. لا، ده انت ابتديت من حيث انتهى الناس، ابتديت بالشهاده على طول. لكن كيف تتحققها؟ بالمرور بهذه الدرجات كلها. فهمت ازاي؟ وعلشان كده يقول لك النهايه هي عين البدايه. بس في الاول بدات من البدايه بالاثار، ثم بعد ذلك خرجت اليها مبتدئا بها بكسوه الانوار.
ستجد بداية الولي هي نهايته برضه، بس الفرق كبير، بدأ بالعلم والمعرفة وانتهى بالشهود وايه والمعاينة، فرق كبير بقى بنداود. فتجد الوالي واقف بيصلي جنب المبتدئ، الاثنين بيصلوا والاثنين بيقروا الفاتحة، الاثنين بيقولوا الله اكبر، بس الله اكبر طلع من قلب الوالي غير الله اكبر اللي طلع من لسان اللي جنبه، دي طلع من لسانه ودي طلع من قلبه، فرق كبير. لكن هما الاثنين شكلهم حاجة واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شوف دل امته على اقصى مقامات الترقي مع بدايات السلوك. شفت النبي اختصر لنا الطريق ازاي؟ شفت جمال النبي ازاي؟ شفت حلاوة النبي ازاي؟ انه ادالك اقصى درجات الترقي ويستوي في ظاهرها مع الطفل اللي لسه يدوب بيزاول الصلاة الان. فتلاقي ده بيصلي بنفس طريقة الولي، بنفس طريقة النبي، وفي الاخر يقول لك صلوا كما رأيتموني اصلي، ورؤيتك للنبي في صلاته تتفاوت بتفاوتك في درجات الايمان. كل واحد يرى بقى النبي على حسب، الاول انت بتهتم بالحركات والسكنات، وبعد كده بتهتم بالاحوال والمقامات، بعد كده بتهتم بايه بالتجليات والكشوفات. لكن الكل بيصلي والكل بادي اشهده، في حين ان في الحقيقة الكل في بدايتهم اعلم ولا اشهد. فهمت بقى المسألة؟ فشفت الحكاية كأن ربنا عايزك تبتدي اعلى ما تكون. ثم الشهادة، فاذا شهدت اطعت، لانك انت لما تعلم ان ربك سبحانه وتعالى معك ناظر اليك قادر عليك محيط بك ممدك، لا تتحرك الا به، حيثما توجهت وجدته، فاينما تولوا فثم وجه الله، تلاقي نفسك تستحي انك تعصاه تقوم تتوجه الى طاعته، تجي لك الهمة بقى لطاعته. ثم الطاعة والايمان، اسم يجمع هذا كله، الايمان بقى يجمع ده كله، دي درجات متفاوتة كلها، ابتدي بيه وارتقي فيه. اشار هذا القائل لان اول الواجبات هو المعرفة بالله سبحانه، والمعرفة لا تحصل الا بتقديم شرائطها، وهو النظر الصائب. ثم اذا توالت الادلة وحصل البيان صار بتوالي الانوار وحصول الاستبصار كالمستغني عن تأمل البرهان، وهو حال اليقين. ثم تصديق الحق سبحانه فيما اخبر عند اصغائه الى اجابة الداعي فيما يخبر من افعاله سبحانه في المستأنف، يعني المستقبل. وعشان كده بعض الصحابة كان يسمع ايات الوعيد كأنه شايف النار، يشهق يموت خوفا لانه وصل لمقام المعينة، لانه ما بقتش المسألة ايات كده وكلمات جوفاء لا معنى لها، لا ده صارت لها معانيها عنده يراها. فتبص تلاقي الامام المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب مات ازاي، بعد ما الف كتابه تلميذه بيقراه عليه بيراجعه، لما وصل في كتاب وصف النار شهق ومات، مع انه كتبه بايده، كأنه هو بيكتبه بايده كان لسه في مقام المعرفة، على ما انتهى منه ربنا رقاه الى مقام المشاهدة، فما تحملش يسمعه، لان الانسان طالما مع الله في دوام الترقي. لان التصديق انما يكون في الاخبار، يبقى التصديق ما يكونش الا في الاخبار، في جنة انت شفتها فهي بالنسبة لك خبر لكن انت مصدقها، فده مجال التصديق في الاخبار. لكن انت شفتها محتاج بقى حد يقولك في جنة ولا مفيش، ما انا شايفها. يعني انت الوقت ابوك قاعد هنا معانا وانت قاعد وشايف ابوك، يقول لك ابوك ايه، تقول له اخي وكفايه بقى خوتني يا اخي، ما انا شايفه يا اخي، هو كل شويه تقول لي ابوك اهو، ما انا شايفه، حتى كل ما يجي يذكرك بيه تتغاظ منه، تذكرني ازاي وانا نسيته، ده انا شايفه. فهمت ازاي؟ فطالما شايفه خلاص انت مش محتاج حد يذكرك. فهمت بقى المساله؟ لان التصديق انما يكون في الاخبار، فالتصديق يكون في الاخبار. طول ما انت بره الباب يقعد يقول لك جوه ترابيزه وجوه شيخ قاعد بيتكلم وجوه سبوره وجوه كندولات، تقعد انت تستحمل الكلام لان انت مش شايف. دخلت بقى ولسه قاعد يتكلم، اقول له اسكت بقى يا اخي، ما خلاص بقى شفنا كل حاجه، صح ولا لا؟ طول ما انت بره الحجاب عايز الاخبار، لكن انت بقيت في صلب الاحداث محتاج اخبار، ما انا بقيت خلاص بقيت انا نفسي اخبار. فهمت ازاي؟
لأن التصديق إنما يكون في الإخبار، والإخبار معناه ما زلت وراء الحجاب. ثم الإخلاص فيما يتعقبه من أداء الأوامر، ثم بعد ذلك إظهار الإجابة بجميل الشهادة، ثم أداء الطاعات بالتوحيد، يعني في الآخر يوصل للا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يعمل الطاعة ومش منتظر أجر على الطاعة، لأن اللي فعل الطاعة هو ربه مش هو، هو اللي وفقه، هو اللي أجرى الطاعة على جوارحه، فيستحي حتى ينظر للثواب. هنظر للثواب إذا كان هو اللي ادهوني، هو اللي اداني الوقت، هو اللي اداني الجهد، هو اللي اداني الذكر، وهو اللي ألهمنيه، وهو اللي دوقني حلاوته، وهو اللي ذكر نفسه على لساني، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فكيف أطالبه بالثواب؟ كفاني ثوابا أن جعلني مظهرا لطاعته. فهمت بقى المسألة؟ فيوصل لمرحلة اللي الأولياء قالوا عليها لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، اللي هي المسألة دي، الحالة دي اللي هي اسمها التوحيد، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هل ابتغاء جنة ربه الأعلى؟ ما قالش جنة ربيها. قال اتقاء نار ربه الأعلى؟ ما قالش. قال لك ابتغاء ربه الأعلى، وجه ربه الأعلى. لأن في شوية ناس مش فاهمة كلام التصوف، يقول لك إيه المقامات اللي بيقولوها دي؟ الناس لازم تعبر عشان الجنة أو النار. إيه ما القرآن مليان المقامات دي، بس هم اللي بيقروا القرآن لا يتجاوز تراقيهم، مش فاهمين. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أهي هي دي، إنك توصل لمرحلة ما فيش حاجة ولا رغبة في قلبك من أجل عبادة ربك، رغبتك هو ربك، مقصودك هو ربك لا الجنة. فلا تنشغل بالطاعة عن المطاع، ولا بالذكر عن المذكور، ولا بالدعاء عن المدعو، ولا بالنعمة عن المنعم. فهمت المسألة دي؟ مرحلة عالية، والقرآن بينها، لكن هم للأسف ما بيقروش القرآن قراءة وافية، ويقعدوا يعترضوا على الأولية. خلاص، واللي يعترض ينطرد، ما ده اللي بيحصل، وبينطردوا فعلا من مقام الفهم العميق، فتجدهم لا يفهمون الفهم العميق، فهم مطرودون من الفهم العميق، فتجدهم طول النهار والليل قاعدين يقروا ويصلوا ويعملوا، لكن لا يرتقوا إلى مقام الفهم العميق. ولو اديتوا الفهم العميق تقولوا له واضح، تلاقي ما زال يجادل. ليه؟ لانه مش قادر، لانه ما زال محجوبا. محجوب ليه؟ لانه اعترض على الاولية، فربنا سلبه نور الولاية، لان بداية الولاية هي الاعتراف بالاولية، بدايتها كده. ثم اداء الطاعات بالتوحيد، يعني اللي هو ايه؟ اللي هو يكون مقصوده هو ربه فقط، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، ولا سوف يرضى. والتجرد عما زجر عنه، يعني يبتعد تمام البعد عن كل ما يغضب ربه او ينقص قدره عند ربه. والى هذا المعنى اشار الامام ابو بكر محمد بن فورك فيما سمعته يقول: ذكر اللسان فضيلة يفيض بها القلب. يعني لما يبقى القلب في حال اليقين، فالذكر ده عبارة عن فيضان من القلب، فيعبر اللسان عما فاض من القلب من معاني، فتجد اللسان ما يقدرش يمنعه، كأن اللسان ده بينفس ما في القلب من معاني. فذكر اللسان فضيلة يفيض بها القلب. وقال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله تعالى. يعني اللي هو ما عندوش، اللي عنده أي اعتماد على غير الله تعالى، اعتماد على ماله، على منصبه، على عافيته، على علمه، على عبادته، على اجتهاده، على حفظه للقرآن، على حفظه للسنة، اللي عنده اعتماد على اي حاجة غير الله لسه ما دقش اليقين، مسكين لسه، ده طفل. لان الطفل كل اعتماده على مين؟ اول ما حد يخوفه يقول ايه؟ يا بابا. لو زوده شوية يقول ياما، لان امه احن لهفتها تجيله اسرع. الاب يقول هو كل شوية يقول يا بابا، ما تخليه لما يعتمد على نفسه شوية. انت ازاي؟ لانه الاب عايز يطلعه راجل، فما يروحش يجيبه بسرعه، فلما يلاقي الخوف حيد بيه يعمل ايه؟ يقول ياما، لان عارف ان امه هتجيله بلا تفكير. مش كده برضه؟ فهو اعتماده على امه او ابيه، يعني على الاسباب، فسكونه الى امه وابيه يعني للاسباب. فطالما الانسان ما زال ساكنا لسبب من الاسباب، يبقى لم يذق طعم اليقين، لسه مع في مقام الايمان، لسه في مقام العلم، لسه ما عداش. انما لما يوصل لمرحله يكون سكونه تماما مع ربه، يبقى هو يدوب ابتدى يذوق طعم اليقين.
حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله تعالى. وقال ذو النون المصري: اليقين داع إلى قصر الأمل. زي ما قلت لك قصر الأمل اللي هو إيه؟ حمزة المحطة الجاي، هو ده قصر الأمل. فهمت إزاي؟ وقصر الأمل يدعو للزهد طبعا. أنت الوقت هتنزل المحطة الجاية، ليه تاخد شنطة سفر قد كده؟ فما تاخدش معاك إلا الضروري، ما يستر عورتك، مش كده برضو؟ وعلى قد ثمن التذكرة بتاعت الأوتوبيس. طب لازمته أنا أركب أنا ونط على السلم وحطت في جيبي 20,000 جنيه، هعمل بيهم ايه؟ ده انا نازل المحطه الجايه، هي كفايه ربع جنيه. يوم ايه؟ كسر الامل يدعو للزهد على طول، كفايه عليا ربع جنيه. طب يا سيدي خد بس 10 جنيه هاخدها ليه؟ لا حتى لو عرضت عليه قبل ما يركب الاوتوبيس يقول لك لا خليها دي يمكن تضيع مني، لا هي ربع جنيه بس. يوم ياخد من الدنيا بقدر الضروره، ادي معنى الزهد. اما ياخد من الدنيا بقدر الضروره ده ناتج عن ايه؟ عن ان نظرته للدنيا قصيره. كسر الامل يبقى ده هو ده الزهد. فالزهد ثمرة قصر الامل، وقصر الامل ثمرة اليقين. فهمت بقى المسألة ماشية ازاي؟ طيب لما تبقى زاهد تلاقي يجي لك الحكمة، لان عرفت بقى المقاصد الكبيرة، بقى همك هو المقصد الكبير هو ربك، مش همك الكلام الفارغ، ابني عمارة ولا اجدد العربية ولا اشتري بدلة جديدة ولا اجوز العيال ولا كل الحاجات دي حاجات سهلة، لا انا مقصدي هو ربي، الهمة العالية بقى. فهمت ازاي؟ هو ده الحكمة. الحكمة ان يبقى مقصودك هو مقصود الكل، مقصودك هو الذي يقضي حوائج الكل، وانت حاجة من ضمن حوائج الكل. فاذا كان الذي يقضي حوائج الكل هو مقصودك يبقى انقضت حاجتك في وسطها وانت مش واخد بالك، فيبقى ما يبقاش همك حاجتك. هي دي الحكمة. فكل حاجة تلاقيها توصل لحاجة. والزهد يورث الحكمة، والحكمة تورث النظر في العواقب. وبعد كده ايه؟ فهمت ازاي؟ وبعد كده ايه؟ هنموت؟ طب يلا نموت. زي ما جملك الموت لسيدنا موسى على هيئه رجل جوه حجرته. فبيقول له انت حديث البخاري جاي ليه؟ قال له اقبض روحك. فراح مديله باللكاميه خرم له عين. طبعا هو افتكر ان جاي راجل بقى هيهجم عليه، ما قالوش انا ملك الموت رسول ربك، اختبره. فراح مديله بالبوكس. فراح ملك الموت يشتكي الرب، يقول له ارسلتني لمن يخاف الموت؟ قال له لا، رد له عينه تاني وقال له روح له بقى وقول له يضع يده على ظهر ثور بعدد الشعرات التي تغطيها يده سنين يعيش ملايين. فهمت ازاي؟ خيره عشان تعرف انك انت رايح لمقام عالي. ده سيدنا رب العالمين بيدافع عن سيدنا موسى، بيقول الملك ده انت فهمته غلط، ده موسى بن عمران ده بتاعي، ده كليمي، ها ولتصنع على عيني، ده انت اللي فهمته غلط، انت عشانك دخلت له في صوره هو فهمك غلط وانت فهمته غلط، طب روح بقى اختبره الاختبار ده. فراح له قال له ان انا ملك الموت ارسلني اليك ربه، ان اردت ان تمكث بعدد شعرات ما تغطي يدك على ظهر ثور لك ذلك. وبعدين قال له طب وبعد كده ايه؟ النظر للعواقب بقى. قال له بعد كده الموت. قال الان. إذن الآن على طول حكمة. وما عند الله خير للأبرار. طب أنا هقعد أعمل إيه ده كله؟ فهمت إزاي؟ الآن دلوقتي على طول. يبقى النظر للعواقب هي دي الحكمة. وبعد كده إيه؟ بعد كده يقول لك آخرها موتة. طب يلا الحمد لله إن آخرها موتة. فتجد الإنسان يبقى مطمئن لأن آخرها موتة. لكن لما يبقى الواحد مهزوز يقول لك ما هو الخوف إن العمر واحد. عارف لو كان اتنين ما كنتش خفت. ليه؟ لانه متعلق بالاسباب، متعلق بالاسباب يا سيدي. كان خالي مره في عزم من قاعد جنبيه واحد مستشار صديقه، فالراجل بيقول ايه؟ كانهم نخله اعجاز نخل منقعر. الراجل التاني يفز كده، ربنا ينجينا. فلقى عنده رعب كده يعني وعليه جلال كده يعني مش مستحمل ايه الكره. قال له يا سيدي اطمئن العمر واحد والرب واحد. قال له ما هو الخوف يا محمد بيه ان العمر واحد، ده هو ده الخوف. فهو في مجال تاني، شغلانة تانية يعني، جاي يطمنه رعب. ايوه لكن هو خايف ان العمر واحد بس. فالحكمة تورث النظر في العواقب. شوف الترتيب تمشي كده، تمشي بالترتيب كده.
يبقى اليقين يؤدي الى كسر الامل على طول. انما طول ما انت عندك طول امل وعايز وعايز تبقى لسه انت في مقام الايمان، انت مع الدليل لسه، انت لسه بدري عليك. انما كل ما تتخفف كل ما توصل بقى للدرجات دي. وسمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت ابا العباس البغدادي يقول، سمعت ذا النون المصري يقول، ثلاثه من اعلام اليقين. دي علامات بقى انت عندك اليقين ده ولا لا، دي العلامات عشان تعرف انا عندي يقين ولا ما عنديش. قله مخالطه الناس في العشره، يعني ما يحبش يتدخل قوي في الناس، التداخل في وسط الناس كده ليل نهار اللي هي المخالطه الزائده تلاقيه ما يحبهاش. اهل اليقين مشغولين بما هو اهم. ما احنا قلنا قله الانام وقله المنام وقله الكلام وقله الطعام، مش كده برضو؟ طريق القوم مبني على الاربعه دول. قله الانام يبقى الايه؟ المخالطه. قله مخالطه الناس في العشره وترك المدح لهم في العطيه، يعني يشكرهم ويقول له جزاك الله خير، لكن ما يقعدش طول النهار عايز يبوس ايديه ورجليه ويقول له انا لحم اكتفي من خيرك، لانه شايف ان العطي هو الله. فهمت ازاي؟ فما يبالغش في المدح، لانه اللي محتاج للمدح هو ربه، هو اللي اعطاه. فهمت ازاي؟ فاليد اللي جاء الخير عليها يقول لها جزاك الله خير، شكرين قوي، ما يجراش حاجه، لكن ما يفضلش طول النهار ماشي ورا الايد دي متصور ان الايد دي هي اللي عطته، لا ده اللي اعطاه ربه. زي احد الاولياء خرج قال انا عايز اشوف واحد في المقام اللي هو يرى ان العاطي هو الله مش الاسباب. فكل يوم يخرج يبقى معاه صدقه يديها لواحد فقير يقول له خذلها لك، فالتاني ما يرضاش ياخدها. يعني ايه خذلها لك؟ ما يرضاش ياخدها. لحد يوم من الايام لقى واحد يقول له خذلها لك، قال هات لها منك. ففهم ان في واحد ينظر ان العاطي هو الله، يعني هات لها منك انت بل من الله. فهمت ازاي؟ فعرف ان في واحد مقامه بقى نظرته ثانيه. وترك المدح لهم في العطية، لأن العطي هو الله. والتنزه عن ذمهم عند المنع، ولو منعوه ما يذمهمش، لأن المنع هو الله، لو أراد له العطاء لأعطوه. فيرى أن المنع هو الله مش الخلق، ويرى أن العطي هو الله مش الخلق. فهمت ازاي؟ اللي فيه الحلمات دي كلها قلة مخالطة الناس، وإنه ما يمدحش في العطية، وإنه ما يذمش في المنع، يبقى ده عنده يقين. لأنه شايف أن العطي هو الله، والمنع هو الله، والفاعل هو الله. وثلاثة من أعلام يقين اليقين. في بقى يقين اليقين اللي هو حق اليقين بقى اللي هو الأعلى شوية. ما احنا قايلين إن اليقين في علم يقين وعين يقين وحق يقين، ما القرآن كده. النظر إلى الله تعالى في كل شيء، يعني يرى أن كل الأشياء ما هي إلا ظل لآثاره، فالفاعل هو الله، فأينما توجه فتم وجه الله. النظر إلى الله تعالى في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. الرجوع اليه في كل امر، فاذا كان الامر كله يرجع اليه يبقى اعبده بقى وتوكل عليه، ما تنشغلش بغيره. ما تنشغلش بغيره بقى خلاص. لا تمدح مدح زائد ولا تشغل نفسك في الذم والمنع وتقول اه هو ده السبب اللي خسرني، هو ده السبب اللي ما ادانيش، هو ده السبب اللي مش عارف ايه، قاعد طول النهار يشاور يشاور يشاور، وفي الحقيقه الاشارات دي كلها لا تشير الا للواحد، هو الذي منع وهو الذي اعطى. فبدل ما تشتت نفسك خليك مع الله، خليك موحد. النظر إلى الله تعالى في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال، إياك نعبد وإياك نستعين، بتقولها طول النهار برابان، تحقق بيها بقى. يعني لو كانت حيطة كانت زمانها استعانت بالله يا أخي، وأنت لحم ودم وقاعد كل شوية في الفاتحة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين؟ طب وبعدين؟ قلبك لسه متعلق بالدنيا، فوق بقى، اعبد ربك واستعين بربك، لأنه لا حول ولا قوة إلا هو. هي ده الصراط المستقيم. وقال الجنيد رحمه الله: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. يبقى خلاص استقر الحقائق، استقرت في قلبي بحيث انها ما تتغيرش، لا تقل ولا تزيد، خلاص بقى وصلنا لدرجة الاستقرار تماما. ما بقاش فيه بقى اضطراب، ما بقاش فيه يعني قلق، ما بقاش فيه شبه تيجي كل شوية وعايز ازيل الشبه دي، ما بقاش فيه عندي اسئلة. انت اما بتقعد مع الناس الاولياء تلاقيهم ما بيسالوش في حاجه. ليه؟ لانه خلاص شبعان بربه، هيسال ايه بقى؟ هيقول ايه تاني؟ خلاص هو شبعان بربه، شبع بربه وامتلا قلبه بربه، فلا يوجد اصلا مكان لشك ولا ريب.
وقال الجنيد رحمه الله: اليقين واستقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. يعني اللي يصل لدرجة اليقين لا يرتد أبدا، لا يرتد أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموقنين. وقال ابن عطاء: على قدر قربهم من التقوى، يعني الطاعة، أدركوا ما أدركوا من اليقين. التقوى تقتضي الطاعة، والطاعة هي العلم بما عمل. فإذا عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، أدركوا ما أدركوا من اليقين. فهمت بقى الكلام؟ هم بيترجموا لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس بالمعايشة. وأصل التقوى، أصل التقوى إيه؟ مباينة النهي، يعني البعد عن المناهي. ومباينة النهي معناه إيه؟ مباينة للنفس، مباينة النفس. البعد عن المناهي معناه البعد عن شهوات النفس الأمارة. فإذا بعدت عن شهوات النفس الأمارة بعدت عن كل ما نهى الله عنه. فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين. يبقى على قدر مفارقتك للنفس تحققت بالتقوى، وبقدر تحققك بالتقوى تحققك باليقين. وقال بعضهم: اليقين هو المكاشفة، والمكاشفة على ثلاثة أوجه. مكاشفة بالإخبار، يبقى المكاشفة بتبتدي الأول لأهل العلم، علم اليقين بالإخبار، السمعيات، بالنقد. إن ربنا سبحانه وتعالى يخبرك إن الجنة حق والنار حق والميزان حق والصراط حق والنبيون حق، كل دي أخبار سمعيات، فتستقر في قلبك كأنك رأيتها. ومكاشفة بإظهار القدرة، ده بالعقل والدليل، عندك دليل على هذه الأشياء. ومكاشفة بحقائق الإيمان بالفيض والتجلي والإلهام والأنوار. يبقى هو بيرتقي، بيرتقي بهذه الأحوال. مكاشفة بالنقل والسماع عن الأنبياء، ثم بعد ذلك بالدليل الموافق للعقل من رؤية فعل الله في الأكوان، ثم بعد ذلك مكاشفة بحقائق الإيمان اللي هي بتقتضي التجلي والأنوار والإلهام وغير ذلك من الفتح اللي احنا نسميه الفتح. يقول لك فتح عليه، ربنا فتح عليه، فتح عليه يعني صار خلاص لا يحتاج لأدليل. واعلم ان المكاشفة في كلامهم عبارة عن ظهور الشيء للقلب باستيلاء ذكره من غير بقاء للريب. المكاشفة في كلامهم مش معناه رؤية عين كده، لا، ظهور الشيء للقلب يعني رؤية بصيرة باستيلاء ذكره من غير بقاء للريب، يعني لشك، يعني يبقى الشيء في القلب اللي هو الايمان في القلب ولا يبقى معه اي شميمة شك. وربما أرادوا بالمكاشفة ما يقرب مما يراه الرائي بين اليقظة والنوم. وكثيرا ما يعبر هؤلاء عن هذه الحالة بالسبات. يقول لك في سبات، يعني ايه؟ يعني الانسان كده ما يبقى مستقر كده، دليل انه هو لا يهتز، لا يهتز لحوادث الزمان. تلاقي كل حوادث الزمان راح جاية وهو ايه؟ في سبات، كأنه نائم وفي ظاهره في ثبات. فهو في باطنه في ثبات وفي ظاهره في سبات. والفرق بين السين والثاء هو الفرق بين الظاهر والباطن. فهمت بقى المعنى؟ وعشان كده في نسختين، نسخة بالسبات ونسخة بالثبات، بالثاء ونسخة بالسين، فالمعنيين صحيحين. سمعت الإمام أبا بكر بن فورة يقول: سألت أبا عثمان المغربي فقلت: ما هذا الذي تقول؟ الظاهر لأبا بيقول كلام فيه ايه، تجليات كده صعبة مش موجودة في كتب العلم. يقول له: انت بتقول الكلام ده منين؟ قال: الاشخاص اراهم كذا وكذا، يعني اراهم ظل للقدرة ولا اراهم اشخاص، ما ارى الا الله. فقلت: تراهم معاينة او مكاشفة؟ فقال: مكاشفة. ما هو كشف الغطاء، فظهر كل واحد على حقيقته، وكل حاجة على حقيقتها تجدها عدم اذا فتشتهم لم تجدهم شيئا. لكن طول ما في غطا اديك شايف الحاجات بتتحرك تحت الغطا، ففاكر ان تحت الغطا في اللي فيه، تيجي تشيل الغطا تلاقي هواء هباء ولا حاجه، كشفوا. فهمت ازاي؟ ادي المساله. فلما كشف الامر خلاص ما بقاش في حجاب، كشفه بقلبه بعين بصيرته. وقال عامر بن عبد قيس: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. انا عارف مع الاثار دي ان المحرك هو الله، والله لو زالت الاثار ما هو الله هو المحرك، فمش هزداد يقين.
لان انا خلاص انا شايفها، انا شايفها حقيقة امامي ان الفاعل هو الله. هذه معنى مزدت يقين. وقيل اليقين رؤية العيان بقوة الايمان، بيتكلم على عين اليقين بقى. رؤية العيان بقوة الايمان اللي هو علم اليقين. يبقى الايمان القوي هو علم اليقين، والعيان هو عين اليقين، لانه صار بعد ذلك مكاشفة. وقيل اليقين زوال المعارضات. نزار مش هنلحق نخلص الباب النهارده لان احنا معادنا 11 فضلنا ما دقيقتين. وقيل اليقين زوال المعارضات. يا سلام، مش كل شوية قاعد بتعترض، ليه عملت فيا كده بس؟ وكل شوية تحضر درس العلم قاعد تعترض على الشيخ، مش عاجبك، وتحمل كلام الشيخ على المحمل الغلط اللي هو في فهمك انت مش في فهم الشيخ، وبعدين تفهمه انت غلط وتقول ان الشيخ فهمه كده، وتفتكر ان الشيخ فهمه زي انت ما فهمه، هو مش فهمه كده خالص. فقعد طول النهار بتعترض. تعترض على مين؟ بتعترض على نفسك، مش بتعترض على حد. لما يزول الاعتراضات دي وتنظر للامور كده بسكون وهدوء، وتعرف ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، قدر الله وما شاء فعل، ارادة الله، خلاص بقى هتلاقي نفسك ما فيش معارضة. تلاقي كل المواقف قدامك تسأل الناس ايه ده، يقول لك قدرة الله، ارادة الله، ما شاء الله، الحمد لله، قدر ولطف. شوف كلام الناس العوام ده كله مكشفات، لانه لا يرى الا الله. انما خش بقى للعالم اللي هم بقى ايه اللي قاعدين ينقبوا في الكتب وعايشين مع الدليل، تلاقيهم محبوبين. وايه دليلك يا اخي؟ وكل تقصير تعمله تقول لي من ربنا؟ الله، حاجه سبحان الله يا اخي. يفاجئك بقى بطريقه كلام ما تعرفش ترد عليه فيه، لان انت اصلا قلبك ساكن لربك وهو مضطرب. فتلاقيه مضطرب مش عارف تسكنه، هتسكنه منين؟ هتجيب له، هتمشي بحقن البنج بقى تبنجه، تدعي له خلاص وابعد عنه، ادعي له وابعد عنه ورايح نفسك. ليه؟ علشان ما تتعبش نفسك. يبقى قيل اليقين هو زوال المعارضات. تفضل ماشي في الدنيا كده مع الله على ما يريد، تعيش مع الله على ما يريد. وقال الجليد رحمه الله: اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغيب. والله اعلم. نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكره الغافلون.